هكذا أثر هؤلاء الأطفال قضاء العطلة بين ألواح ترسعها حروف القرآن الكريم وعلى وقع ترتيل تصدح به أصواتهم في كنف هذه المدرسة القرآنية الواقعة بولاية البيض. درسوا على مدار العام، يعني العام كامل. عندنا مشكلة، توقع علينا مشكلة اكتظاظ في الصيف، عندنا فوجين، فوج الصباح وفوج المساء، كانوا يوصلنا حتى 80 تلميذ في الفوج. اولا نبحث على الالواح، ثانيا نجلس في اماكننا ونبدأ بحفظ الالواح، نذهب الى الاستاذ كي نحفظ عليه الالواح، فمن بعدها نخرج الالواح كي نمحيها، فمن بعدها ينقلنا الاستاذ الى الدرس الجديد. على ايدي اساتذه وائمه حافظين لكتاب الله يتتلمذ هؤلاء الاطفال على الطريقه التقليديه من خلال الكتابه على الواح الصلصال مع الترتيل الصحيح والتركيز على مخارج الحروف إلى جانب علوم الحديث والسنة النبوية الشريفة. درسوا كما راكم شفتوا الطريقة التقليدية، يعني الطريقة اللي قرأوا بها المشايخ تاعنا، يعني لو كنت تبحث وتحاول تقريبا ما شفت نقارض طريقة الألواح، مازلنا نكتبوا باللوح والقلم والدواي. كي كنتاهوا مباشرة من كتابة الألواح أم الحفظ، نبدأ التكرار، يعني القراءة الجماعية. احنا عندنا تلميذ هنايا ندرسوه، عندما يصل الى مرحله معينه قروه الحديث النبوي الشريف وهو الاربعين نووي. المدارس القرانيه وعلى غرار المساجد والزوايا بولايه البيض لا تزال ترسخ تعاليم الدين الاسلامي ومكارم الاخلاق لتربي جيلا في خدمه البلاد والامه حاملا لكتاب الله.